هي هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ او شيت. ده بيتكم مش كده؟ اه جميل. ودي السفرة؟ اه دي السفرة ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ نعم، يعني راح يكون معنا الدكتور تغلب عازر، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان، عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع. دكتور يصبحك بالخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا 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 وسهلا دكتور. يعني دكتور، هل فعلا يعني هذا الموضوع هل فعلا هو اضطراب؟ يعني نحن كلنا يعني بشكل عام يعني من مرات بنلاقي حالنا عم نصلح للاشخاص، ولكن مش بنفس الشده، واحيانا نحن بنتعرض لهذا التصليح، نكتب اشياء خطا او بنبعث اشياء خطا والناس بيصححوا لنا، فهل فعلا هذا اضطراب؟ هلا هي بالعاده هي مشاعر قلق وغضب بتصير عند الاشخاص اللي في حال انه اجت لهم مسج او رساله يعني فيها اخطاء املائيه او لغويه او نحويه. هلا هاي الاخطاء ما بتقدر انه الشخص المقابل يتجاهلها، بتصفي عنده مشاعر غضب وانفعال وتوتر شديد. هلا كدراسات انه اثبتوا انه هاي شيء علمي، انه اضطراب حقيقي، لسه ما اثبتوا اي شيء، خاصه بالدراسات اللي عملت بال 2016 اخر دراسات اللي عملت لهذا الموضوع. فعشان هيك لسه كمرض انه تشخص انه مرض معترف فيه رسميا، لسه لا يعترف فيه مرض رسميا، بس هو يتعامل كانه اضطراب من انواع الوسواس القهري. نعم، فهو يعتبر من الاو سي دي، انه يكون الشخص نعم. الشخص في عنده الحاح وحاله طارئه بانه هو لازم يصلح ويعدل الاخطاء اللي عم بيخطئ فيها الشخص اللي امامه. نعم، هلا هي صارت تعتبر من انواع الوسواس القهري. يعني في بعض الاشخاص او الدكاتره يعني يحكي بيوصفوا لها ادويه، نفس الادويه توصف في حالات الوسواس القهري اللي هي الاو سي دي. نعم، طب شو سبب هذا القلق دكتور؟ يعني احيانا نحن مثلا بنحس انه يجب انه نصحح بعض الاخطاء، واحيانا لا، فبشو سبب القلق اللي بيصدر عند الشخص او اللي بيكون عند الشخص اللي بخليه بيحاول او بده يصحح هاي الاخطاء للناس؟ هلا كسبب معين او شيء رسمي، انه شيء موجود شخص عند الشخص، بالعاده ما في اي اسباب، يعني اسباب معينه ومعروفه لحد الان، بس هي بالعاده بتكون عند الاشخاص الانطوائيين اللي بيمون للانطواء او بيميلوا للتركيز او يكون الاشياء عندهم مرتبه، اللي هي الاعراض الوسواسيه، انه يكون كل شيء مرتب، كل شيء منتظم عنده بحياته. نعم، بالعاده هذول الاشخاص بتكون عندهم هاي المشاكل اكثر، انه التدقيق الاملائي. نعم، طيب يعني دكتور، هل في علاقه بين الجينات والتحلق اللغوي؟ هلا في دراسه واحده اثبتت انه في جين معين له دخل بهذا الموضوع، بس هي يعني مجرد دراسه كانت، ما اثبتت بشكل رسمي او بشكل قانوني او حدث اعتراف رسمي فيها انها تدخل بتصنيف العالم الامراض النفسيه. نعم، طيب للاشخاص المصابين بالتحلق اللغوي، يمكن زي ما ذكر هيثم في اشخاص بحاجه لانهم يعدلوا بشكل طارئ اكثر من اشخاص ثانيين، يعني بتحس بانه مرات انه انا بدي اعدل الخطا، ولكن في ناس بيكون في عندهم اصرار دائما دائما دائما، فشو هو الحل لهي المشكله او هذا الاضطراب؟ صحيح، هلا اول شيء اهم شيء انه يعترف الشخص انه مصاب بهذا المرض، انه هو مصاب بهذا المرض. ثاني شيء بده يحاول انه ما يصحح للاخرين الاشياء، المسجات او الرسائل اللي بتوصله منهم او الحكي اللي بيوصله منهم. بالعاده الحكي العامي مثلا اللي بيكون الحوارات اللغه العاميه ما بتحتاج انه يعمل القواعد اللغويه او انه يستخدمها، انه يصححها بشكل متواصل، يحاول يبعد عن هاي العاده. واهم شيء انه يستفيد من هاي يعني هذا الاضطراب اللي عنده باستخدام هاي المهارات بالكتابات الرسميه مثلا، كتابات اكاديميه ومؤتمرات علميه بالمجالات الثقافيه، بهيك شغلات يحاول يستفيد من مشكلته، مش خليها انه عائق عنده.
نعم دكتور، احيانا الواحد هو بمسك حاله متلبس عم بيعمل هذا الشيء، عم بيصحح مش بس الاخطاء اللغويه، بكون ماشي مثلا اي لوحه مايله بزبطها، اي شيء مش مكانه بحاول انه يرجعه، بحاول يصلح كل شيء في الحياه. بعدين يعني انا بتصير معي احيانا بعدين بتذكر انه الحياه مش بيرفكت او الحياه مش كامله والحياه فيها كثير اشياء خلص بدها تمشي. فهل فعلا انه لما يكون عند الواحد هاي الافكار لازم انه يسيطر عليها؟ هلا اكيد لازم يسيطر على هاي الافكار في حال انه هي مش مأثرة على حياته. هلا في حالة صارت أثر على حياته وعلى طبيعة مجرى الحياة اليومية عنده، بالعادة لازم يراجع طبيب نفسي عشان يقدر، يعني مع مساعدة مع طبيب نفسي مع جلسات بيقدر يتخلص من هاي العادة، لأن هي بالأفكار وسواسية بتكون. هلا مرات تكون بشدة أنه تصير تحتاج لعلاجات طبية، بس بالعادة بتكون جزء من شخصية البني آدم بيقدر يعني يعالجها هو لوحده. نعم، طيب بالنهاية دكتور لو تجاوبنا، هل في علاقة بين الأشخاص اللي بيسعوا ودائما بيكون في عندهم انعزال وانطوائيين والمتحضلقين في اللغة؟ هلا في يعني في إحدى الدراسات بينت أن الأشخاص اللي بيميلون للعزلة والانطواء هم أكثر أشخاص بالجو لتصحيح الأخطاء، وأنه ما بيخلوا أنه هاي موضوع الخطأ أو الأخطاء الإملائية أو النحوية أنها تمر بدون أنه ما يصير عنده رد فعل. بس هاي واحدة من الدراسات اللي طلعت، يعني عملوا دراسات عليها كثيرة، كانت واحدة انه الاشخاص الانطوائيين هم اكثر عرضة لهذا المرض او هذا الاضطراب. نعم نعم دكتور تغلب عازر اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التوضيح.